نهاركم ابيض زملائي الاعزاء نيرفانا واحمد، ودايما مطلفين على شاشه قناه نادي الزمالك زي ما عودنا جمهور نادي الزمالك دايما واعضائه ان احنا بنعمل سبوت على الالعاب اللي بتحقق انجازات. النهارده معانا لعبه جميله جدا، لعبه تنس الطاوله، يعني لعبه مميزه جدا داخل نادي الزمالك. كابتن اسامه عنتر طبعا احد مدربين قطاع الناشئين تنس الطاوله هيكلمنا اكتر عن الانجازات اللي اتحققت الفتره الاخيره. كابتن اسامه برحب بيك، ونهارك ابيض بخطين حمر. اهلا بيك، نهارك ابيض. نهارك ابيض، كلمني عن الانجاز اللي اتحقق في البطوله السابقه في لعبه تنس الطاوله في نادي الزمالك. اول الشهر ده شهر 7 عملنا نتائج كويسه جدا، حققنا برونزيه في ال 15 سنه بنات، وحققنا 2 فضيه، واحده في 11 سنه ولاد حققها اللاعب اسر، وفضيه برضو اللاعب انس حققها. فطبعا عملنا يعتبر 3 ميداليات، وكنا قريبين جدا من الذهب، بس طبعا ان شاء الله المره الجايه يبقى ان شاء الله نحقق الذهب باذن الله. ان شاء الله كانت صعبه كابتن؟ كانت قويه جدا طبعا، يعني كل لعيب بيلعب له فوق ال 10 او 11 ماتش، فطبعا ان هو يوصل للماتش النهائي دي بتبقى طبعا مجهود عليه ولود عليه طبعا، ان هو يوصل كده طبعا كانت منافسه صعبه جدا يعني، وحققنا نتائج كويسه جدا، يعتبر في البطوله دي نتائج كويسه جدا يعني. كابتن البطوله اللي جايه بقى بنستعد لها ازاي؟ عدد التدريبات بتتعامل ازاي بقى الفتره دي مع عشان تاهلهم للبطوله؟ احنا عندنا بطوله كمان بالظبط 8 ايام، احنا بنتمرن طبعا من فتره لفترتين، يعني في ايام بنتمرن فترتين وايام بنتمرن فتره واحده، بس طبعا قبل البطولات طبعا بنتمرن فترتين ممكن لمده اسبوعين او 3 اسابيع، نتمرن صبح وليل صبح وليل عشان طبعا نستعد للبطوله. البطوله الجايه طبعا تعتبر بطوله قويه جدا، بطوله 19 سنه وبطوله الرجال طبعا، وكله طبعا بيستعد جامد جدا، حتى فريق الرجال بيتمرن فترتين ساعات برضو، فطبعا لا كله بيستعد ان شاء الله استعداد قوي جدا. حاجه كابتن بتركز عليها في التدريبات الفتره دي ايه؟ المهارات المعينه على الحاجات التكتكس، البناط، الماتشات، الحاجات اللي اللعيب بيستخدمها في الماتشات بتاعته، اللي بحاول ارفع اللياقه البدنيه بتاعته، ارفع النفس بتاعه، كل الحاجات دي بتبقى مهمه جدا عشان تساعده ان هو كل واحد بيلعب لما قلت لحضرتك اكتر من ماتش، ممكن يلعب 3 4 5 لحد 10، حتى لما يوصل النهائيات بيوصل ممكن يلعب 10 ماتشات، فطبعا لازم يبقى نفسه كويس، لازم يبقى اللياقه البدنيه بتاعته عاليه جدا يعني. كابتن عايزك برضه الناس بتتفرج عليا دلوقتي وعلينا تشرح لي الماتش كام بوينت عشان الناس تبقى عارفه. الماتش بيبقى من 3 جيم، حاجه اسمها بيست اوف 5، يعني ممكن لعيب يكسب 3-0، يكسب 3-1، 3-2، يعني اقصى حاجه ممكن يكسب 3-2، يعني الماتش اقصى حاجه بيبقى 5 جيم، ممكن يكسب 3-0، 3-1، 3-2، من 11 الجيم بيبقى من 11، يعني ممكن هي حاجه اسمها بيست اوف 5، يعني اقصى حاجه يوصل لخمس تيجان، بس ممكن لعيب يكسب 3-0 يبقى 3 تيجان بس، والجيم الواحد بيبقى 11 نقطه يعني. بس عايز اقول لك بقى ان الصاله اكيد مجهزه وبتساعدكم، ده بيساعدكم على انك تطلع كل الامكانيات اللي عند الولاد. الاول كانت الصاله مش مكيفه، دلوقتي بقت الحمد لله مكيفه، والترابيزات على اعلى مستوى، والارضيه طبعا بقت على احسن حاجه طبعا. فطبعا الشيخ مرتضى بيحب اللعبه دي كمان فبيهتم اكيد بيها. طبعا وبصراحه السيد المستشار داعم جدا للعبه دي ودعم لكل الالعاب طبعا في النادي يعني، وبنشكره طبعا على الدعم ليه طبعا. وطبعا لا الصاله تعتبر مجهزه كويسه جدا يعني، بتساعد اللعيبه طبعا على ان هم يتمرنوا كويس جدا يعني. شكرا كابتن، بتمنى لك التوفيق، بس هستاذنك بس النادي اللاعبين اللي بيلعبوا كده ناخد منهم لقاء. كباتن ممكن تفضلوا معانا، تعالوا قرب. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام تعالى جنبك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن ثابت. كام سنه يا عبد الرحمن؟ تحت 15. تصنيفك كام؟ تصنيفي دلوقتي 9، كان رابع دلوقتي بقيت 9. طموحاتك بقى الفتره الجايه مع نادي الزمالك؟ ان شاء الله عندنا في شهر 11 الفرق في ال 15، وعاوزين ناخد اول ان شاء الله. ايه اكتر حاجه الكابتن بيقول لك عليها تعليماته ليك في التدريبات؟ دايما بيقول لي ما في الماتشات ما اخافش وافتح كتير وعادي واركز واكسب ان شاء الله. مثلك الاعلى مين في لعبه التنس طاوله؟ كابتن احمد علي صالح. ربنا يوفقك تبقى زيه كده ان شاء الله. شكرا ليك. قرب قرب. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ محمد محمود ابراهيم. عندك كام سنه يا محمد؟ عندي 16، بلعب تحت 17 سنه. تحت 17؟ سنة كام دلوقتي؟ أنا داخل ثانوية عامة إن شاء الله. بتذاكر كويس بقى؟ الحمد لله يعني. بتعرف توفق الدراسة مع التدريب؟ بصحى الصبح أذاكر وبنزل بالليل أتمرن بقى، أو لو ما عنديش حاجة الصبح أروح الصبح أتمرن زي دلوقتي الساعة 10:30 كده أو 11، بعد كده بقى أتمرن لحد بالليل. من 11 آخد ساعتين مثلا 3 ساعات، بعد كده آخد بريك شوية وألعب بالليل بقى الساعة 5 كده. أكتر حاجة كابتن بيوجهك ليها في التدريبات بيبقى عايزك توصل ليها مهارة معينة عايزك تنميها، إيه أكتر حاجة الكابتن بيوجهك ليها؟ يعني اتحمس يعني وابقى اركز في التمرين وايدي فوق في البنج وافرد ايدي وكده يعني، واتحمس يعني وابقى مركز في البنج شويه. مركز حطك بقى الفتره الجايه عايز تحقق ايه مع نادي الزمالك؟ ان شاء الله عندنا بطوله شهر 11، بطوله الفرق ان شاء الله ناخد فيها اول، وعندي بطوله كمان اسبوع كده ان شاء الله برده نبقى ناخد اول فيها ان شاء الله يعني، ربنا يكرمنا. شد حيلك كده. عايز اسالك بقى مثلك الاعلى مين؟ مثلي الاعلى بابا كابتن محمود ابراهيم. ربنا يوفقك.
ويشوفك احسن واحسن. عايزك بقى تلعب كده جيم كده مع زميلك عشان الناس تشوفك كده وجمهور الزمالك كله يتفرج عليك. يلا ورينا كده جيم كده. يلا يا كابتن هيلعبوا جيم كده مع بعض. يلا. يعني احمد نيرفانا ابطال ان شاء الله مبشرين بالخير في لعبه تنس الطاوله، يعني اكيد ان شاء الله يحققوا انجازات اكتر لتنس طاوله لنادي الزمالك. منذ قليل كان الاتوبيس نادي الزمالك لكره القدم كان بيتحرك خلاص لمطار القاهره، خلاص للسفر للجونه طيران، هيكونوا هناك في الجونه النهارده. الطيران هيبقى الساعه 2:30، عندنا تدريب الفريق الاول هيكون عنده تدريب الساعه 8:30، ويعني هتكون مباراه مهمه جدا، مباراه طبعا الزمالك والجونه، وفي اتوبيسات هتكون مخصصه هتطلع بكره لطبعا الجونه، هتسافر 30 اتوبيس هيكونوا متواجدين 10 صباحا غدا ان شاء الله لمباراه الجونه. زي ما انتم شايفين ابطالنا بيلعبوا دلوقتي وبيتمرنوا استعدادا للبطوله القادمه، ابطال تنس الطاوله. دي كانت كل كواليسنا هنا داخل نادي الزمالك. الان بالتاكيد عوده لكم مره اخرى نيرفانا احمد، اليكم الكلمه، تفضلوا، معاكم الكادر ومعاكم الصوره.